ده يا صباح الخير لك الحدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي على قناتي المحلية وأوقريت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما منحب نسلط الضوء على الشباب السوري اللي دائما له بصمة بالعديد من المجالات وبمجال التكنولوجيا. بالرغم من كل الظروف إلا أنه دائما الشباب السوري هون بمحافظة اللاذقية عم يسعى دائما لمعرفة كل ما يجري بعالم التكنولوجيا وتطبيقه على أرض الواقع. دائما مهمة المهندس مها أنه يشوف شو في مشاكل بالواقع ويلاقي لها حلول. يلاقي لها حلول، وخاصة هون اليوم بدنا نحكي نحن عن شيء طبي تمام وشيء بيساعد كتير من الأشخاص يمكن اللي عندهم خلينا نقول حالة معينة صحيح. لحتى يقدروا هنا يتعاملوا مع المجتمع ويكونوا موجودين وعم بيشوفوا كل شيء عم بيصير حواليهم. الهندسة الطبية كتير إلى بهيدا المجال طبعاً. يعني أفق واسعة نحن للتطوير لحتى نعمل مشاريع واختراعات تساعد أشخاص كتير. تماما، دائما الهندسة الطبية يمكن هي عم تشوف الحد عليك الجانب الإيجابي من التكنولوجيا تماماً. عم نشوف العديد من التطبيقات والمشاريع. اليوم رح نتعرف على مشروع جهاز تحويل النصوص والوقت إلى لغة بريل الخاصة بالمكفوفين. رح نتعرف على اللي صمموا هيدا المشروع. البداية رح نقول صباح الخير لبشرى سليم الزمن. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. كمان رح يكون معنا نمر الوسمي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. يا أهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء بدنا نقول لكم مبروك التخرج. الله يبارك فيك. هو هذا المشروع وكان مشروعكم انتم لتخرج من الهندسه الطبيه. بدنا نتعرف اكثر نمر على هيدا المشروع، خبرنا تفاصيل عنه. تمام. هلا نحن مثل ما حكينا ما في اي جهاز بنعمله الا يكون حل لمشكله، خاص بما انه نحن عم نحكي عن هندسه وعم نحكي عن هندسه طبيه. صحيح. فمهمه الهندسه بشكل عام انه تلاقي حلول لكثير من المشاكل الموجوده عندنا بالحياه. المكفوفين هن جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهن أشخاص بيلاقوا كتير صعوبات بحياتهم سواء بالتعليم أو بالجانب المهني أو بالتدريب وإلى ما شابه. بالإضافة لكل هالشي، رغم هالشي صعب إلا أنه هن صراحة عم لهم دور كتير كبير بالمجتمع، عم يكونوا ناشطين بالناحية الاقتصادية صحيح. بالاجتماعية وأيضا بالمهنية. لذلك نحن اجتنا فكرة، وهي أنه ماذا لو كان عندنا شخص مكفوف. هذا الشخص المكفوف بدنا نوصل له رسالة، بدنا نخبره شو الساعة. طيب أوكي، أنا بخبره بدانه بقول له الساعة كذا. طيب ماذا لو كان هذا الشخص مكفوف وما بيسمع؟ كيف بدي أوصل له رسالة؟ ما إلي غير لغة بريل، اللغة الخاصة بالمكفوفين. تماماً. لغة بريل هلأ مثل ما نعرف سابقاً أي مشروع كان ينطرح كان يسمى على اسم الشخص أو كنيته. مثلاً أنا اسمي نمر الوسمي، عملت لغة بريل أو عملت جهاز، فأنا بسميه جهاز الوسمي أو جهاز نمر مثلا. لويس بريل هو شخص ابتكر هاي الشغلة، هو شخص عاش مكفوف، أصيب بحادث منذ طفولته، فابتكر هيدا الشيء تقريبا بعمر 15 سنة، وتم استخدامه بال 1829 أثناء الحرب بفرنسا لحتى يتبادلوا المعلومات السرية الخاصة بين الجنود. جهازنا مثل ما لكم شايفين جهاز بريل بيحول الوقت والنصوص، وهذا الشيء اللي بيميزه انه انا فيني اعرف الساعه منه. حلو. وفيني اعرف فيني ادخل له قصه، فيني ادخل له جمله كلمه. حلو. وبيطلعها كلها عن طريق الجهاز. حلو. جهازنا عباره عن مصفوفه، هاي المصفوفه عباره عن عمودين وثلاث اسطر. كل خانه فيهم طبعا، كل خانه بتعكس حرف او رقم او تمام. رمز حسب نظام بريل. تمام. طبعا نحن جايبين ورقه معنا. حلو حلو. هي هو المشروع لإلك نمر، وأيضا بشرى هي موجودة في هذا المشروع. بشرى احكي لنا كمان كيف يعني مراحل تصميم هذا المشروع لحتى نوصل للآخر شيء للورقة اللي نحن بدنا نحكي عنها. تماما. تفضلي. هلا احنا هدف مشروعنا بالبداية إن أنا شو هدفي كم هدف علمي، إنه هو عبارة عن طبعا إذا أرجعني يا نمر إنه عبارة عن محركات. هذون المحركات هن محركات السيرفو. هذا محرك السيرفو هو محرك زاوي، هو بتعاون مع مين؟ نحن حاطين له إضافة قطعة هي اسمها قطعة الأردوينو أونو. تمام. الأردوينو أونو هو هون شو شغلته بهذا المشروع؟ هو إنه بيحول لي النصوص والتوقيت لنا للغة بريل. يعني هي كتفصيل علمي. نعم، نشوف هلا الجهاز على الشاشة. تماما، هيدا هو الجهاز. تماما. طبعا هو إنه بيعرض لنا شغلتين يلي هن إن التوقيت والنصوص عن طريق زرين، زر أخضر والزر الأحمر. طبعا كمان أضفنا فكرة إنه مثلا هدول الزرين مختلفين كرمال الأعمى يميز هذا شكل معين، هذا شكل دائرة، إني بس يعرف أي كبسة هو أي وظيفة بده إياها. هو ما راح يميز أحمر أو أخضر بالنهاية. بيميز من خلال الشكل. الشكل. تمام. المعين بيعرض له توقيت، الدائرة بيعرض له التكست النص. تمام. حلو حلو.
بلشنا طبعا بمحرك السيرفو، هو نحن مستخدمينه كأني هلا نحن بنعرف التوصيل في متناوب مستمر. تمام. هلا هون نحن مختارين التوصيل بالدي سي اللي هو المتناوب. طبعا هو هون بيعطي زاويه 90، اني نحن كان من الصعوبات اني هو اني نحن نعايره للمحركات، لاني نحن مثل ما قلنا ان كل نقطه الى محرك. تمام. طبعا سيئته لهذا المحرك هي انه قلنا بطيء، بس طبعا انا بدي اياه بطيء. ليش؟ لان انا عبين ما يقرا المكفوف بده بطء لحتى يعرف. بده وقت. تماما. بده وقت انه لحتى يعرف شو الساعه او القصه اللي عم يقراها او النص. تماما. نمر بدك تورجينا الورقه، هي عباره عن الاحرف بلغه بريل. تمام. انا هيدا الجهاز لازم يحول لي كل حرف لمجموعه نقاط، مثل ما حكيت بشرى كل نقطه بدها شغل لحتى نحن نطلع هيدي النقطه. تمام. لحتى نقدر نحن نقرا هيدي الحروف. حلو. بدنا نحكي على شو التقنيات اللي استخدمناها. حكينا عن شريحه اردوينو. تمام. في برمجه خاصه بهيدي الشريحه. تمام. نحكي عنها اكثر لحتى اللي عم يشوفونا يفهموا اكثر عن اليه العمل. حلو كثير. الاردوينو نحن عندنا لغه برمجه اللي هي الاردوينو اونو، وهي اللي تم استخدامها ببرمجة هيدا الجهاز. نحن تم برمجتها على أساس أنه أنت لما بدم إدخال حرف N أو O أو رقم 1 2 3، طبعا نحن معتمدين اللغة الأجنبية. صحيح. تمام. حاليا تمام. تمام. هو هل يمكن يصير عربي؟ نعم يمكن، لكن نحن حاليا استخدمنا هيك. هذا بتطويره يعني ممكن نحن. نعم. طبعا هو 3 مستويات، في أول وثاني وثالث. نحن حاليا بالمستوى الأول. الثاني ممكن يعرض جمل بمحرف واحد بخانة واحدة، بيعرض كلمة مثلا. اللي بعدها ممكن يعرض سمايلات. حلو. فهل هو ممكن يتطور كل هالشيء؟ اي ممكن. حتى في دراسة هي كتير حديثة منه، يلي هي 2023 تم إجراء، انه انا بصير عندي دخلنا الاي اي الذكاء الاصطناعي بلغة بريل، وهي انه لما بيكون في كاميرا موصولة بالجهاز بيصور الشيء، مثلا هذا الكوب بيصور على انه كوب وبترجمه بيكتب كوب. لابتوب. بيكتب لابتوب. هيدا الدراسه المتقدمه او المستوى الاخير يلي وصلنا له. فنحن مثل ما قلت لك البرمجه، انه احنا لما بيتم ادخال حرف او مثلا طلع النقاط، ارفع العمود الاول والثاني والثالث مثلا. ونحن مثل ما شايفين هيدي عباره عن فينا نشغله لهيدا الجهاز. اكيد رح نعمل هيك تيست هلا على الهواء على الكاميرا. هيك يلا. تمام. هلا بنشوف كيف فينا ناخذ هيدا. قد ايه كان في صعوبات بشرى بما كان جهز نمر الجهاز؟ كان في صعوبات. نحن عم نحكي عن محركات، شغل على المحركات. تفضل شغله. نحكي عن محركات، عم نحكي عن لغه برمجه. قد ايه كان في صعوبه؟ طبعا هلا في اول شيء ابتدينا قلنا اني بمعايره المحركات. قلنا انه في صعوبه ب المعايره، لاني نحن حكينا ان كل نقطه لها محرك. صحيح. فنحن كمان اكتفينا بخانتين. هلا في اجهزه مثلا تشوفوها خارج سوريا مثلا معمول لك كذا خانه. تمام. هلا هو حاليا ما موجود بسوريا، بس قلنا انه اني نكتفي بخانتين، قلنا لاني مشان شيء تكلفه، شيء اني قلنا كمان صعب المعايره. تمام. بدها وقت ومجهود. وغير انه كمان برمجيا بلغه البرمجه اني انا عم بعاير لكل حرف عم بدخل له كود لحاله. صحيح. مثلا انا حرف مثلاً رمز مثلاً واحد مثلاً. هو مثلاً أني عندي نقطة واحدة من هيدي الخلية. صحيح. تمام. فأنا مثلاً بدي أحكي على كل نقطة، هيدي بحكيها هاي والباقي لاو 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 لاو. صحيح. أني حسب المنفذ المتصلين معه بالأردوينو. تمام. نحن عم نشوف نحن هيدا الجهاز هلا بهيدا الحجم، عم نذكر وعم تحكي نمر بامكانيه التطوير، ولسه في يعني مستويات لحتى يتطور هيدا. تمام. الجهاز اكثر ممكن نلاقيه بحجم اصغر مثلا. هو بصراحه نحن ضمن التطلعات المستقبليه اللي حاطينها، نحن مثل ما انا شايفين نحن الفاسه الخضراء بتعرض لنا التوقيت، هو طلع الساعه هلا تماما. شو الساعه هلا بدها تكون نفسها، والفاسه الحمراء اللي هي بتعرض التيست. نحن طموحنا لقدام انه هي الساعه يلي بايدي انا تكون نفسها بهذا الجهاز نفسه بهذا الحجم. حلو. انا شو بحاجة؟ بحاجة الى محركات نانوية، محركات يعني صغيرة. صغيرة. صحيح. تماما. دارات مطبوعة. تماما. فهل هي ممكن؟ طبعا ممكن، لانه تم اختراع اشياء مشابهة. فنحن كتطلعات مستقبلية انه تكون الجهاز على شكل ساعة، يعني شوفي ان هالحجم ايه ممكن يصير هالحجم. طبعاً. اثنين كتكست مثلا نص نحن فينا نستخدمه بالتعليم. مثلا ممكن يكون في مدرسة المكفوفين، هاي المدرسة بدنا نعلمهم فيها، نوصل لهم رسالة منقرؤهم مثل ما عم بيصير معنا نحن. فنحن بحاجة اكثر من خانتين. ممكن نكون بحاجه خلينا نقول 12 خانه. تمام. 12 خانه كافيه انه تعرض كلمتين بعدين او جمله صغيره مثلا. تماما. فهل هي ممكنه؟ طبعا ممكنه، بس بدنا المحركات اصغر وبدها صراحه التكلفه وبدها شغل اكثر. المعايره كثير صعبه البرمجه، لانه يعني احنا بدك تدخلي كل حرف، انه مثل ما حكيت بشرى كل حرف
بيعرض بده ترتفع نقاط معينه. صحيح. وبالاضافه للصعوبات بصراحه منهم ان التصميم ثلاثي الابعاد يلي هي عن هدول الاعمده يلي عم ترتفع المسامير نحن بنسميهم، انك انت تطبعهم يكونوا بيشبهوا بعض، زائد بدك تجرب كذا واحد لحتى تختار الانسب الموافق للمحرك. يعني قد ايه ضليتوا لحتى هيك طلع المشروع بهذا الشكل اللي شايفينه هلا؟ انه تقريبا على مدار السنه. يعني انه نحن لاني ابتدينا من اول بدايه السنه الخامسه وبلشنا نحضر. كثير حلو، يعني هذا حصيله ما تعلمتوه بالهندسه الطبيه. كنا عم نحكي قد ايه في مواد بالهندسه الطبيه، وبالفعل دائما نشوف مشاريع هندسه طبيه عم تكون بالفعل الى هيك اثر بالمجتمع، وكثير مهم انه الطالب بالهندسه الطبيه يربط ما بين النظري اللي اخذه وانه يطلع بمشروع. قد اشتغلنا على هذا الموضوع الاثنين فينا نجاوب؟ بلشي بشرى تفضلي. هلا مثل ما كنتي عم تقولي ان الهندسه الطبيه هي بحر، يعني اكيد انه ما اكتفينا بهذا الشيء، يعني كمان ان شاء الله يعني اني بنحاول نعمل حلو اجهزه او برمجيات منوعه او كذا. بس انه اشتغلنا بدايه مثل ما قلنا انه يعني فكرنا كثير حول انه شوف في جهاز عن جد يخدم الهندسه الطبيه وقديش هذا الشيء مثلا انساني وتعليمي، انه كمكفوف وكذا. انا كثير بتعاطف مع المكفوفين، انه عن جد اني انت تغمضي عيونك دقيقه واحده. فنحن بدنا نخلي نساعدهم. ايوه تمام، نساعدهم لحتى هنن كمان يكون عندهم شيء يخليهم يشوفوا للعالم. هي فعلا هي لغه بريل، اني مثلا هلا مكفوف هلا نحن فينا نطور نحط له معالجات صوتيه. صح. طب بس مثلا انت سمعتي بسمعت. انت ما شغلتي دماغك او هيك، يعني هلا هو تطور حلو، بس الفكره انه دراسيا وجدوا انه دارسين لغه بريل لهم فرص عمل اكثر. صح تمام. لغة بريل تخدمنا كثير تماما صراحة، حتى عفوا لا استخدامات موجودة بحياتنا. إذا بتلاحظوا مثلا مثل مشفى ندى أو بعض الأبنية اللي فيها أسانسيرات أو مصاعد على الفأسات بنلاحظ نقط. نقط صح. نحن إذا سألنا حنا شو هي النقط فهي لغة بريل. هي لغة بريل تمام، بيقول الطابق الأشخاص إنه أي طابق. تمام. طابق. في شغلة صغيرة هيك نحن بصراحة تعتبر شغلة حلوة بمشروعنا. توضيحي. تماما، يلي هي إنه أنا لما عم دخل تكست مثلا، أنا راح أجرب هلا إني أدخل تكست، ودخلت هلا تكست عشوائي وحطيت انتر وفقست الفأس الحمراء، هو بلش يعرض لي. تمام، هو عم يعرض هيدون مثل ما قلنا الازرار. تمام، عم يطلعوا لفوق حرف 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 حرف. تمام، انا دخلت مثلا هلا HHJ فهو بيطلع بالترتيب. طب انا بلكي دخلت حرف ورقم. طب انا في عندي باللغه نفسها الواحد هو نفسه الاي. ليك اذا بتلاحظي الا نفسها هي نفس الرمز. تماما. كيف بدي اميز بيناتهم؟ فينا بشرى تشرح لنا اياها؟ تفضلي. تمام. نحن مثل كمان ما كنا عم نقول بالمصعد، اذا بتلاحظي لقينا مثلا رمزين، انه الرمز الاول اللي هو عباره عن الرمز شارب اللي هو الهاشتاج مثلا، هو عباره عن حرف ال تقريبا بالانجليزي بالعكس، انه هذا بيوجد قدام كل رقم انا لحتى اميز اني هذا رقم. يعني هلا اذا بنلاحظ اذا بنجرب انه بنحط مثلا بي B1 مثلا B1 تماما، اني انا شو بدي يطلع لي نقطتين فوق بعض ونقطة. بس انا كيف بدي اعرف عندي هيدي النقطة واحد ما نقطة. تماما اوكي، فراح يعرض لي نقطتين الهاشتاج بعدين النقطة واحدة. يعني نحن هيك محيطين بكل المشاكل. تمام، انه مشكلة هلا عم نشوف وعم نشوف كيف النقط عم تطلع ولكن الكاميرا يمكن صعبة شوي انها كانت تاخذ تماما الحركة له. الشرح كثير حلو لحتى نحن نعرف كيف، وواضح لحتى نعرف كيف آلية عمل هيدا الجهاز. مثل ما قلنا دائما في امكانيه للتطوير اكثر بهيك اجهزه. جربتوا هذا الجهاز مع المكفوفين؟ يعني تم تجربته مع هذول الاشخاص؟ صراحه انا عندي اشخاص مكفوفين من اصدقائي لسه ما جربت معهم، لكن هل هي كخطه تعتبر موجوده؟ في خطه. تمام. هلا هيك سؤال هيك لو تطفلي شوي، الوقت نحن بنعرف انه هو ساعه دقيقه وثانيه. حلو. هيدا الجهاز رح يعرض لي ساعه دقيقه ثانيه ولا طيب. كيف؟ رح لك كيف مثلا، ها رح نعرف شو الساعه هلا. تمام. هلا الساعة تماما قديش؟ 11 و11 سبحان الله. تمام. فنحن رح نفقس هي، فهو عرض 1-1 11 تمام، يلي هي عرض الساعة أول ساعة بالأول، بعدين بيطلع لك الخانتين الثانية اللي هي 0-8 مثلا أو 11. يعني جاوبنا سؤالك إنه بيعرض ساعات ودقائق، يعني أربع خانات. تمام. لو كان أربع جنب بعضهم فهنا رح يطلعوا سواء أربع، لكن مثل ما حكينا نحن اخترنا اثنين لصعوبة
شغل هذا الشيء؟ اكيد انا هذا سؤالي، هو ممكن يكون شيء تطور لهذا المشروع بالايام القادمه. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه نمر وبشرى، وان شاء الله يعني بنشوفكم بمشاريع. نحن استضفنا نمر من قبل بمشروع كان مفصل الورك، كان وقتها للاشخاص اللي كانوا فاقدين او عندهم ضرر او عندهم مشكله او ضرر بالورك. اليوم عم نشوفه بهيدا المشروع الاخر اللي هو خاص بالمكفوفين. ان شاء الله دائما نشوفكم هيك شبابنا متطورين بمشاريع قادمه. كثير بدنا نشكر وجودكم معنا اليوم نمر الوسمي مهندس، وايضا بشرى الزبن مهندسه. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. يعطيكم العافيه. شكرا كثير. شكرا كثير لك.